بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع درس من دروس اللغة العربية المستوى الخامس المسار العلمي للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الأول، وعنوان درسنا هو أقسام الاسم. أهدافنا إن شاء الله أن نتعرف الطالب على أنواع الكلمة، وأن يبين الطالب أنواع المعرفة، وأن يفرق بين أنواع الاسم من حيث التعريف والتنكير، ويستطيع أن يوظف ذلك في التعبير الكتابي والشفهي. تمهيدا لدرسنا لهذا اليوم، سبق وأن تعرفنا على أقسام الكلمة، وقلنا أن أقسام الكلمة تنقسم إلى اسم أو فعل أو حرف، وبينا تعريف الاسم والفعل والحرف، وبينا أن لكل منهما علامة خاصة به. نأتي الآن إلى تعريف الاسم. ما رأيكم الآن في تعريف الاسم؟ من يستطيع أن يضع تعريفا للاسم؟ الاسم هو ماذا؟ هو كلمة، ولكن هذه الكلمة تدل على ماذا؟ على شيء معين. وأيضا لها هذه الكلمة أو الاسم له علامات خاصة به تميزه عن الفعل وعن الحرف. فتعريف الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمن. ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمن، أي ليس له زمن. ما الكلمة التي تدل على حدث وعلى ومقترنة بزمن؟ هي الفعل. أما الاسم هنا فلا يقترن بزمن. وما دل على معنى في نفسه، أي يدل على شيء محدد. مثلا عندما نقول كتاب فيدل على شيء محدد، محمد، مكة، الرياض، فما دل على معنى في نفسه ولا يقترن بزمن فنسميه الاسم. وله علامات، وهي تعرفنا في درس سابق أن الاسم من علاماته الإخبار عنه، فأقول محمد مجتهد، فمحمد هنا اسم أخبرت عنه ماذا؟ بأنه مجتهد. ودخول ال عليه، فأقول مثلا مدرسة، المدرسة. قبول التنوين، كتاب، أقول كتاب بالرفع وكتابا للنصب وكتاب للجر، يقبول التنوين. دخول حرف الجر عليه، أدرس في مدرسة أو قرأت في كتاب، وهكذا. قبول النداء، يا محمد، يا طالبا، يا معلما، يا فاهما، هذا أيضا من علامات الاسم. نأتي الآن إلى درسنا وهو أقسام الاسم. من حيث التعريف والتنكير ينقسم الاسم إلى معرفة ونكرة. ما الفرق بين المعرفة والنكرة وما أنواعهما؟ المعرفة اسم شائع يدل على شيء معين، أما النكرة هي اسم شائع لا يدل أو يدل على شيء غير محدد، غير محدد. كيف ذلك؟ اسم شائع المعرفة، عندما أقول محمد أكون في الفصل وأقول اقرأ يا محمد، فهنا محمد اسم شائع يدل على شخص معين هو محمد، فمن يقرأ الآن هو محمد وليس كل الفصل. اقرأ يا محمد. عندما أقول أيضا أدرس في المدرسة أو أنا في المدرسة، فالمدرسة هنا اسم شائع يدل على المدرسة التي تدرس فيها، وهي معلومة بالنسبة للمخاطب. أما النكرة فاسم شائع يدل على شيء غير محدد، فعندما أقول في الفصل اقرأ يا طالب، طالب هنا نكرة، من سيقرأ؟ كل سينظر إلى الآخر، من سيقرأ؟ أنا لم أحدد ولكن قلت اقرأ يا طالب. أمامي الآن أكثر من 30 طالب، من سيقرأ؟
فهنا اسم نكرة طالب معروف طالب، ما معنى كلمة طالب؟ اسم شائع معروف يدل على شيء غير محدد، فأقول اقرأ يا طالب، فهنا لم أحدد من الطالب الذي سيقرأ. أو أنا أقول عندما أقول تسأل أين تدرس، أقول أدرس في مدرسة، مدرسة مباشرة سيسألك أي مدرسة وأي مرحلة، فلا بد أن تحدد. فعندما أقول أدرس أنا أو أنا في المدرسة انتهى الأمر، أصبح معرفة. إذن المعرفة اسم شائع يدل على شيء معين، والنكرة اسم شائع أيضا لكنه ماذا؟ لا يدل على شيء معين أو يدل على شيء غير محدد. أنواع المعرفة: العلم والضمير واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة. هذه كلها أنواع المعرفة، هذه كلها معارف، ما عدا ذلك فهي نكرات، ما عدا هذه الأنواع هي نكرات. نأخذها بالتفصيل. العلم، العلم هو ماذا؟ ما وضع لمسمى محدد ينتقل الذهن إليه مباشرة، محمد ينتقل الذهن إلى محمد مباشرة دون الحاجة إلى رابط أو قرينة. وأمثلة ذلك محمد، مكة، أحد. فعندما أقول أنا في مكة مباشرة ينتقل الذهن إلى مكة، كل الناس تتفق على ذلك. فأنا في مجلس وأقول والله أنا في مكة، كلهم ستتجه أذهانهم إلى شيء محدد وهو مكة. كذلك محمد وأيضا أحد اسم لجبل. هذا ما يخص العلم. أما الضمير فما هو الضمير؟ هو ماذا؟ اسم مبني يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. ومثاله أنا ونحن. أنا هنا أنا طالب مجتهد، فهنا أنا ضمير منفصل للمتكلم لأن المتكلم هو الذي يتحدث الآن. أو نحن الطلاب مجتهدون، الطلاب هم الذين يتحدثون المتكلم، نسميه نحن هنا ضمير المتكلمين. أيضا يأتي للمخاطب أنت وأنت وأنتما، عندما تخاطب شخص أنت اقرأ، أنت طالب مجتهد، أنت فتاة مهذبة، أنتما طالبان مجتهدان، وهكذا. فأنت وأنت هنا يأتي للمخاطب. وأيضا يأتي للغائب هو وهي وهما، عندما أسأل أين محمد يقول هو غائب، أو أين هند هي غائبة، هي غير موجودة، وهكذا. هي ذهبت، هي من طبخت، هو من درس. هنا يأتي للغائب أي غير موجود. والضمير هنا يأتي ضمير منفصل، ويأتي ضمير متصل، ويأتي ضميرا مستترا. النوع الثالث من أنواع المعرفة هو اسم الإشارة. اسم الإشارة هنا اسم يعين مدلوله ويشير إليه، اسم يعين مدلوله ويشير إليه. فأقول هذا وهذه وهذان وذلك. طبعا يأتي مفرد ومفردة ومثنى وإلى آخر وجمع وإلى آخر ذلك. فاسم الإشارة هنا يدل على مدلول مقرون بإشارة معينة حسية. عندما أشير بيدي هذا طالب مجتهد، فأنا أشير إلى شيء محدد. وهذا احضر لي هذا الكتاب، أعطني هذا القلم، فأنا أشير إلى قلم محدد. فلذلك هنا اسم شائع يدل على شيء محدد فهو معرفة. رابعا الاسم الموصول. الاسم الموصول ما تعريفه؟ هو ماذا؟ الاسم الموصول هو ما وضع لمسمى معين بواسطة جملة متصلة به. ومثاله الذي والتي، طبعا للمفرد والمفردة، واللذان للمثنى. المعرف بأل وهو ما أضيفت له أل، أي اسم نكرة عندما تضيف له أل يصبح معرفة. فنقول مدرسة نكرة نحولها إلى معرفة، نقول المدرسة. شجرة الشجرة. قلم القلم. مدينة المدينة. وأخيرا المضاف إلى معرفة وهو نكرة
نضيف لها أحد أنواع هذه المعارف ومثاله كتابه. أضفنا الهاء هنا، هاء ضمير، وقلنا أن الضمير من المعارف، إذن فاكتسب هنا النكرة، هنا اكتسبت التعريف لإضافة الضمير لديها هنا. هنا أيضا بيت مشعل، بيت نكرة أضفنا لها علم، فنقول النكرة هنا أصبحت معرفة بماذا؟ بسبب أنها أضيفت إلى علم. طريق المدرسة، طريق هنا نكرة، أضفنا له ماذا؟ اسم معرف بأل، معرفة، فاكتسب التعريف بفعل المعرفة المدرسة. هذه هي أنواع المعرفة: العلم والضمير، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المضاف إلى معرفة. ما عدا ذلك نسميه ماذا؟ يصبح نكرة. فرجل نكرة، حديقة، جبل، مدرسة، فصل، كلها نكرات. فهذه الكلمات التي أمامكم، هل هي علم؟ ليست علم، وليست ضمير، وليست اسم إشارة، وليست اسم موصول، وليست أيضا معرفة بالإضافة، ولا محلاتا بأل، فهي نكرات. حدد نوع الأسماء التالية من حيث التعريف والتنكير مع ذكر السبب. شجرة، هل هي معرفة أم نكرة؟ ما رأيكم؟ نقول أنها نكرة، أحسنتم. لماذا هي نكرة؟ لأنها ليست علم ولا ضمير ولا نوع من أنواع المعارف. الشجرة، ما نوعها؟ هل هي نكرة الآن مثل السابقة؟ أم تحولت إلى المعرفة؟ نعم، أصبحت معرفة. لماذا؟ لأننا أضفنا لها أل، فأصبحت معرفة معرفا بأل، وذلك بسبب دخول أل عليها، فتحولت من النكرة إلى المعرفة. مهند، هل هو نكرة؟ عندما أقول اقرأ يا مهند، اذهب يا مهند، من سيذهب ومن سيقرأ؟ مهند، شخص محدد. فمهند اسم شائع يدل على شيء محدد، إذن هو ماذا؟ هو معرفة. لماذا هو معرفة؟ لأنه من أنواع، من أي أنواع المعرفة؟ لأنه علم. طريق، ما نوع طريق؟ سلكت طريقا وتهت فيه. سيقول لك المستمع هنا المخاطب: أي طريق سلكت؟ لماذا؟ لماذا يسأل؟ لأن الطريق هنا نكرة، غير معروف. صحيح أنه شائع، عندما يقول تقول له طريق هو سيتخيل طريق، لكن أي طريق؟ فهو نكرة بالنسبة له. إذن لماذا نكرة؟ لأنه ماذا؟ ليس من أنواع المعارف، أو ليس له علامة من علامات المعرفة. كيف نحول طريق هنا إلى معرفة؟ نقول ماذا؟ سلكت طريق مكة، أضفت له علم فأصبح معرفة، والمخاطب هنا أو المستمع هنا سيتخيل، أو على طول مباشرة سيتبادر إلى ذهني طريق مكة، سلكت طريق مكة. إذن لن يتخيل أي طريق آخر إلا طريق مكة، فأصبح معرفة بسبب الإضافة. طريق المدرسة، ما رأيكم؟ لن أشرح الآن لأنني فصلت فيها قبل قليل. طريق المدرسة هو ماذا؟ معرفة. لماذا؟ لأنها هنا أضيف إلى معرفة، وهي المدرسة. طريق المدرسة مزدحم، مباشرة نعرف أن الطريق الذي تسلكه المدرسة مزدحم. نأتي الآن إلى تدريبات. كلمة حديقة، هل هي معرفة أم نكرة؟ أم ليست اسم أم اسم فعل؟ ما الإجابة الصحيحة؟ اختاروا. أحسنتم، نكرة، لأنها ليست من أنواع المعارف ولم تضف إلى معرفة. كلمة أنتم معرفة، لماذا؟ هل هي اسم إشارة، أنا أشير إلى شيء معين هنا، أم اسم موصول، نصل جملة بجملة، أم ضمير، أم علم؟ الإجابة الصحيحة هي ضمير، ضمير أنتم،
أخاطبكم أنتم، ضمير المخاطب ضمير منفصل. ضع في المكان الخالي اسما مناسبا وبين نوعه من حيث التعريف والتنكير. زرت فراغ الملك خالد. نحن نسافر في الرياض، نسافر عن طريق ماذا؟ عن طريق مطار الملك خالد. مطار هنا نكرة، ولكن في هذه الجملة هل هي نكرة أم معرفة؟ ولماذا؟ نقول أن مطار هنا جاء معرفة. كيف؟ معرف بالإضافة، فأنا أضفت له ماذا؟ أضفت له الملك. الملك هنا معرفة معرف بأل، فاكتسب المطار، تحول من النكرة إلى المعرفة، فأصبح معرفا بالإضافة. الطالب كثير القراءة، ماذا أقول؟ نريد أن نشير إليه ونحدده. الطالب كثير القراءة، أقف أمام الطلاب وأقول الطالب كثير القراءة. سيسألونني من هو؟ من هو الطالب كثير القراءة؟ أقول هذا الطالب كثير القراءة. هنا هذا اسم إشارة، حددت شخص معين بالإشارة إليه، فهذا هنا معرفة. لماذا؟ نوعه هنا اسم إشارة، اسم إشارة. أهديت إلى أخي ماذا؟ أهديت إلى أخي كتابا. هنا كلمة كتابا نكرة أم معرفة؟ كتابا هنا نكرة أم معرفة؟ نقول ما رأيكم؟ أحسنتم، هي ماذا؟ هي نكرة، هي نكرة. أهديت إلى أخي كتابا. أي كتاب؟ هل هو كتاب علمي، كتاب ديني، كتاب ثقافي اجتماعي؟ ما عنوان الكتاب؟ وهكذا. فهي نكرة لأنه اسم شائع ولكنه لا يدل على شيء محدد، لا يدل على كتاب محدد. هنا في الختام تعلمنا اليوم أن الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة، وعرفنا أن المعارف لها أنواع وهي العلم والضمير واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة، ما عدا ذلك يكون ماذا؟ نكرة. وكيف نحول النكرة إلى معرفة؟ عن طريق إضافتها إلى نوع من أنواع المعارف ويسمى المضاف إلى معرفة. في الختام أشكر لكم حسن استماعكم، نلتقي بكم إن شاء الله في درس قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.